بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن سنن الذهاب إلى المسجد. أول شيء التبكير في الذهاب إلى المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوه إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستباقوا إليه، ولو يعلموا ما في العتمة والصبح لآتوها ولو حبوا. هذا الحديث متفق عليه. قال الإمام النووي: التهجير أي التبكير إلى الصلاة، هذه أول سنة. السنة الثانية وهي دعاء الذهاب إلى المسجد، وهو: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطيني نورا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. هذه السنة الثانية. وهي نتكلم عن السنة الثالثة، وهي المشي بسكينة ووقار. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. والسكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث. الذهاب إلى المسجد ماشيا، وقد نص الفقهاء على يجوز الترخي والسكينة في المشي، والدليل على أنه أدلكم على ما يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا: بلى يا رسول الله، كثرة الخطأ إلى المسجد. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. السنة الخامسة وهي الدعاء عند الدخول إلى المسجد، وهو: اللهم أفتح لي أبواب رحمتك. إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل: اللهم أفتح لي أبواب رحمتك. هذا الدعاء أو الحديث رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان. السنة السادسة هي تقديم اليمنى على عند دخول إلى المسجد، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا دخلتم المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وهذا الحديث أخرجه الحاكم قال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. السنة السابعة التقديم للصف الأول، والدليل: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوه إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. ثمانية الدعاء عند الخروج من المسجد، وهي سنة، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وزيادة عند النساء: يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخروج كذلك. السنة التاسعة تقديم اليسرى عند الخروج من المسجد، لقول أنس في الحديث السابق في تقديم اليمنى. السنة العاشرة تحية المسجد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث متفق عليه. وقال الشافعي: تحية المسجد مشروعة حتى في أوقات النهي. وقال الحافظ: أجمع أهل الفتوى على أن تحية المسجد سنة. ومجموع هذه السنن التي يحرص المسلم على تطبيقها عند ذهابه إلى المسجد للصلوات الخمس، تكرر كل مرة 50 مرة، والله أعلم. طبعا تكرر في 5 صلوات، والله أعلم.